في فيديو النهاردة هنكمل ملخص الموسم الثالث من مسلسل The Last Kingdom، وعلشان تبقى فاهم الأحداث ماشية ازاي ممكن تشوف أول جزئين على القناة، وهتلاقي برضو لينكاتهم في التعليق المثبت. وفي معسكر الفايكنج بتصحى بريدة على خبر موت ألفريد، فبتفرح جدا وبتروح علشان تعرف راجنر هو كمان، بس الصدمة إنها لما بتفتح الخيمة بتلاقيه مقتول وغرقان في دمه. وجوه القصر في وينشستر بنعرف إن ألفريد لسه عايش، وعلى الرغم من مرضه بيقرر يقود الجيش بنفسه ويستغل الإشاعة اللي طلعت إنه مات علشان يفاجئ الفايكنج. وبريدا بتدفن راجنر وبتتكلم مع كانود واللي بيقول لها انهم المفروض يقودوا الجيش مكان راجنر، بس بريدا ما بتبقاش موافقه وبتقول له ان موت راجنر من غير سيفه ده اشاره على انهم هيخسروا الحرب، وبتسيبه وبتروح بعدها تقابل اوترين وبتعرفه ان راجنر مات وهو مش ماسك سيفه، وده عند الفايكنج معناها ان المحارب مش هيروح لفالهالا، وبتقول له ان هو السبب في موته لانه فضل ألفريد عليه. ولما بتسيبه وتمشي بيقول لفينين ان سكيد هي السبب وانهم لازم يرجعوها علشان يخلصوا من لعنتها، وبيقرر انه يروح لمرسيا علشان يقابل ألفريد ويطلب منه جيش مقابل انه انقذ بنته من هيستن. وطبعا الخطه دي بتكون اقتراح من إسر فليد اصلا وبموافقتها. ولما بيوصلوا لمرسيا بتقول لهم محدش عرف ألفريد ان جوزها خاين وكان عاوز يقتلها، لان ده لو حصل وألفريد عرف هتحصل حرب بين ويسكس ومرسيا. وفعلا بيدخلوا للقاعه لكن ألفريد مش بيكون موجود، وبتعرفهم إسر فليد ان هيستن خاين وكان عاوز يقتلها، وان اللي انقذها في اخر لحظه هو أوتريد ورجالته. وفجاه بيظهر ألفريد وبينضم للاجتماع وبيسال أوتريد عن السبب اللي جاب المرسيه، فبيقول له أوتريد ان إسر فليد كانت هتموت لولا ان هو انقذها، وان عاوز 1000 جندي من جيش ويسكس في المقابل، وبيوعده انه لو اداهم له هيقتل هيستن ويسلمه قلعته، وهيمنعه كمان انه ينضم بجنوده لجيش الفايكنج. بس طبعا ألفريد بيكون متضايق منه ومش بيوافق، وبرده كل المساعدين بتوعه مش بيكونوا واثقين في أوتريد. وفي الاخر ألفريد بيديله مهله علشان يسيب مرسيه والا هيقبض عليه. وبعد الاجتماع ده ادوارد بيروح يتكلم مع بيوكا وبيقول انه مقتنع بكلام أوتريد وعاوز يقابله، وانه هيحاول يوفر له 500 جندي او اكتر، فبياخده بيوكا وبيروحوا يقابلوا أوتريد. وبيبدا ادوارد يساله عن خطته اللي هيحارب بيها هيستن، فبيقول له أوتريد انه هيستفزه بعدد قليل من الجنود ويخرجه من الحصن للمكان اللي هيحددوه مع بعض، وبعد كده ينضم لهم جيش ويسكس ويخلصوا على هيستن وجنوده بسهوله. وبعد ما بيسمع ادوارد الخطه بتعجبه وبيوعده ب 500 جندي، وبيقول له انه لو ما التزمش بوعده هيتنحى عن عرش ويسكس، وبيحدده ميعاد المعركه والمكان اللي هيستخبى فيه بجنوده. وفعلا أوتريد بيثق فيه وبيجهز رجالته علشان ينفذوا الخطه. وزي ما وعده ادوارد بيروح يتكلم مع ألفريد وبيعرفه الوعد اللي اداه لأوتريد واللي كان شاهد عليه بيوكا، وطبعا ده بيعصب ألفريد جدا وبيقول له انه مش موافق، لكن ادوارد بيصمم على رايه وبيقول له انه لازم يديه الفرصه علشان يثبت نفسه ويستحق انه يبقى الملك. وكلامه باين فعلا انه اثر على ألفريد، بس بيقول له يسيبه يفكر الاول وبعد كده هيقرر، وبيقدر بيوكا بعدها يقنعه انه يوافق، وده لانه دايما واقف مع أوتريد وبيسنده وبرضه بيحب بلده وعارف ان دي افضل خطه حاليا بالنسبه لهم. وفجاه بيطلع استيابه بامر من الملك وبيخلي الجنود يستعدوا، وبيفرح ادوارد ان ابوه وافق وهيقدر يوفي بوعده، وعلى الرغم من مرض ألفريد بيقرر برضه انه يقود الجيش بنفسه، لكن واضح جدا التعب عليه وبيبقى شايل سيفه بالعافيه. وفي نفس الوقت بيوصل أوتريد ورجالته لقلعه هيستن وبيتكلم معاه، وكعاده أوتريد بيتريق عليه وبيعرف يستفزه لدرجه ان هيستن الغبي بيامر جنوده انهم هيخرجوا يطاردوه، وكده الخطه بتبقى ماشيه بالظبط زي ما أوتريد عاوز. وبيرجع بسرعه هو ورجالته للمكان اللي هو متفق عليه مع ادوارد، وواضح جدا الفرق الكبير ما بينهم في عدد الجنود واللي بيخلي رجاله هيستن يحاصروهم من كل مكان. وفي الغابه جيش ويسكس بيكون وصل في ميعاده، بس المفاجاه ان ألفريد بيقول لهم يستنوا، وبيبدا رجاله هيستن يهاجموهم وبيكون باين انهم هيكسبوا المعركه، وبسبب اوامر أوتريد وتنظيمه للصفوف بيقدر يصد معاهم شويه. وادوارد بيبقى متضايق وهو شايف رجاله أوتريد بيتدبحوا، وبيفضل يقول لابوه انهم لازم يهجموا حالا، وده تقريبا بيكون زي اختبار من ألفريد ليه وعاوزه يدي الامر بنفسه كانه الملك. وفعلا ده اللي بيحصل، وبيسحب ادوارد سيفه وبيدي الجنود امر الهجوم بنفسه. وبعد المعركه ما كانت رايحه لهيستن الموضوع بيتقلب تماما، وبيحاول أوتريد ساعتها انه يوصل لسكيد وياخدها، لكن هيستن بيضربها وبيخليها يغمى عليها وبياخدها معاه ويهرب بسرعه بعد ما اتاكد انه هيخسر المعركه. وبتنتهي المعركه بفوز أوتريد فعلا، بس للاسف أوسفيرس بيكون مصاب وأوتريد بيروح يطمن عليه، والحصن حظه مش بتكون اصابه خطيره. وسيتريك بيكون معتقد ان اللي حصل مع أوسفيرس برضه بسبب لعنه سكيد. وبعد ما استولوا على القلعه ألفريد بيتكلم مع أوتريد وبيقول له ان ادوارد بيثق فيه بطريقه غريبه، وان هو اللي ادى امر الهجوم بنفسه علشان يساعده هو ورجالته، وبيرجع برضه يكلمه في نفس الحوار القديم وانه غالبا هيموت بعد شهر او اتنين، وبيقول له ساعتها ما ينساش ان ادوارد وفى بوعده ويبقى يساعده لو احتاجه في اي حرب هيدخلها. وتاني يوم بيوصل هيستن لمعسكر جيش الفايكنج، ومن عدد الجنود
الجنود اللي معاه بيعرفوا انه دخل معركة وخسرها، ولما بيسألوه هو كان بيحارب مين بيقول لهم ان ألفريد لسه عايش، وكمان أوتريد رجع اتحالف معاه هو ورجالته، وبيرجع أوتريد مع رجالته والأسرة الميرسية، وده لانه ما يقدرش يرجع لويسكس بسبب اللي عمله مع ألفريد قبل كده، وبتقول له اسل فليدي يعتبر ميرسية وطن ليه هو ورجالته، فبيشكرها أوتريد وبيروح يقعد في القاعة، والغريب انه بيخلي الأسرة يقعدوا ياكلوا جنبهم، وبيقعد يتكلم مع فينين وسيتريك عن سكيد ولعنتها، وواضح من كلام سيتريك انه متضايق من أوتريد، وبيقول له ان هو السبب ان معظم الجنود يموتوا، وساعتها أوتريد بيتعصب من كلامه وبيقول له يسيبه ويمشي، وبيوصل الموضوع ان سيتريك بيتحدى أوتريد في معركة للموت، فبيقول له أوتريد انه هيخرج شوية ويرجع تاني، ولو كان لسه موجود هيحاربه فعلا ويقتله، وفي معسكر الفايكنج بيكونوا عاملين اجتماع علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي، فبيقول كانوت لإيس الود انه هيرجع لوينشستر ويجمع جيش خاص بيه هناك علشان يساعدهم في حربهم ضد ألفريد، وفي الأول إيس الود بيكون مش موافق لأنه عارف انه لو رجع لوينشستر هيتحاكم ويتعدم، لكن كانوت بيهدده وما بيكونش عنده خيار تاني، وفي نص الليل بيتسحب سيتريك وبينزل للأسرة وبيقول لداكفن انه هيحررهم بس بشرط انهم ياخدوه معاهم للمعسكر بتاعهم، فبيوافق داكفن وبيهرب بسرعة من ميرسيا، وجوه القصر في وينشستر إدوارد بيروح يتكلم مع ألفريد وبيعتذر له على اللي هو عمله وانه ادى وعد لأوتريد من غير ما يعرفه، وبيطلع ان ألفريد عجبه التصرف بتاعه وكان قصد فعلا يأخر الهجوم علشان إدوارد يتصرف، وبيقول له انه دلوقتي جاهز علشان يستلم الحكم من بعده، وبعدها بيروح ألفريد يتكلم مع بيوكا وبيقول له ان إدوارد هيحتاج مساعدة أوتريد لما يمسك الحكم، وطبعا امه مش هترضى لان أوتريد من الفايكنج، وعلشان كده بيقول لي بيوكا يبقى حلقة الوصل بين أوتريد وإدوارد، وبيروح أوتريد لقبر راجنر علشان يودعه، وهناك بيلاقي بريدة هي كمان واللي بتكون لسه متضايقة منه، وتاني يوم أوتريد بيقول لها انه هيروح يقابل عراف وعاوزها تروح معاه، وده علشان يشوفوا طريقة يساعدوا بها راجنر انه يعدل فالهالا، فبتوافق بريدة وبيبدأوا رحلتهم على طول، ولما بيريحوا شوية في الطريق بريدة بتقول له انها مش هتقدر تسامحه، وده لانه ساب راجنر اكتر من مرة وراح يخدم ألفريد، فبيضطر أوتريد ساعتها انه يقول لها على اللي حصل بعد الحرب الأخيرة، وانه قدم ولاءه لألفريد مقابل حريتها هي وراجنر، والكلام ده في الجزء الثاني هتلاقي اللينك في التعليق المثبت، وساعتها بتبدأ بريدة انها تسامحه لانه ضحى بحريته علشانهم، وتاني يوم بيوصلوا للقرية اللي هم رايحين لها وبيشوفوا العراف، وبيطلع انه استوي العراف اللي كان في الاجزاء اللي فاتت، وبيشوفوه هو خارج من القرية وبيمشوا وراه، وبيوصلوا للمكان اللي هو مستخبي فيه وبيدخلوا يتكلموا معاه، وبيطمنوا أوتريد انهم مش هيقتلوه، وبيقولوا انهم محتاجين مساعدته وهيدفعوا له فضة في المقابل، فبيوافق استوي انه يساعدهم وبيبدأ الطقوس بتاعته، وبيقول لهم علشان ينقذوا راجنر لازم يقتلوا الشخص اللي قتله، وكمان السيف اللي هيستخدموه لازم يكون عليه دم راجنر، ودي الطريقة الوحيدة علشان يخلوه يعدل فالهالا، ولأن جثة راجنر عدى عليها كام يوم بيكون دمه نشف، فالبديل بيكون دم أخت تورا مرات بيوكا، وبعدها بيسأله أوتريد ازاي يخلص من اللعنة اللي عليه، وقبل ما يرد عليه استوي فجأة بريدة بتبدأ إنها تخنقه، وبتقول له أوتريد يبعد وما يلمسوش لحد ما تقتله، وبعد ما بتخلص عليه بتقول له إن هي دي الطريقة الوحيدة علشان يخلص من اللعنة، وإنه لازم يموت العراف من غير ما يجرحه ولا ينزل نقطة دم واحدة، وبيطلع استوي كان عامل عليها لعنة إنها متخلفش، وده بسبب إنهم خطفوه وعذبوه في الأجزاء اللي فاتت، وبتقول له كمان إنه لازم يعمل كده مع سكيد علشان يخلص من لعنته، وبيتفقوا إنه كل واحد فيهم يرجع للمعسكر بتاعه، وبريدة تحاول تعرف مين اللي قتل راجنر علشان يقتلوه، وبيرجع أوتريد تاني للميرسية وبيقابله فينين، وبيعرفوا إن سيتريك سابهم ومشي وهرب الأسرة معاه، وبعدها بيخرج أوتريد يتكلم مع إيسل فليد، وفي وسط كلامهم أوتريد بيحس إن في حد مراقبهم، وبيطلع أوفر حارس بتاع إيسل وود ومعاه كام واحد من الفايكنج، وجايين يدوروا على أوتريد ويقتلوه بأوامر من إيسل وود، بس اللي بيحصل بيكون العكس تماما، وبيبدأ أوتريد وإيسل فليد يصطادوهم واحد ورا التاني، وفي الآخر أوتريد بيقدر إنه يمسك أوفا، ولما بيشوف إنهم ناويين يعذبوه بيعترف بكل حاجة على طول، فبيقول له أوتريد إنه هيسيبه يعيش بشرط واحد، وهو إنه يوصل رسالة لقادة الفايكنج إنه هيقتلهم زي ما قتل أخوه راجنر، وبعدها على طول بيجهز هو ورجالته علشان يروحوا لمعسكر الفايكنج، وسيتريك بيكون وصل لهناك فعلا، وبيقول إن أوتريد ما بقاش زي الأول، وإن اللعنة مأثرة عليه وما بقاش يعرف يفكر، وتاني يوم بيوصل أوفا للمعسكر وبيوصل رسالة أوتريد، والكلام بيستفز قادة الفايكنج جدا، لدرجة إنهم بيلوموا بعض إن أوتريد لسه عايش لحد دلوقت، وسيجارد بيتحدى هيستن في معركة للموت، واللي بيروح في الحوار ده أوفا اللي كان بيوصل الرسالة، وبتبدأ المعركة بين هيستن وسيجارد، وواضح جدا إن سيجارد هو اللي مسيطر ومتفوق عليه، بس فجأة بيبدأ تحصل له حاجة غريبة، وبيطلع إن سكيد عملت له تعويذة علشان تخسره المعركة، وفعلا بيخسر سيجارد المعركة وبيموت على إيد سكيد، وبيرجع إيسل وود لوينشستر زي ما كانوا تقلوا، وعلى طول جنود الملك بيقبضوا عليه وبيرموه في السجن، وبعدها بكام ساعة بيستدعيه ألفريد علشان يحاكمه، وأول شاهد في المحاكمة دي بيكون بيوكا،
واللي بيقول انه شافه في معسكرات الفايكنج وبيخطط علشان يحتل ويسكس وكمان يقتلوا الفريد وياخد مكانه. فبيحاول ايسلوود يلاقي طريقه علشان يبرئ نفسه، وبيقول انه راح فعلا لمعسكر الفايكنج وكان عامل نفسه واحد منهم، بس ده كله كان تمثيل وكان بيعمل كده علشان يتجسس عليهم ويعرف خططهم ويرجع ساعتها للمملكه ويعرف الفريد بكل حاجه. وطبعا كلامه مش بيقنع ولا واحد في المجلس، وبيتعب الفريد شويه في نص المحاكمه وبيسيبهم علشان يرتاح. وبتدخل مراته تتكلم معاه وبتقول له انه المفروض يحكم على ايسلوود بالاعدام، لانه لو حصل ومات هيشكل خطر كبير جدا على ابنه. بس واضح ان الفريد حاسس ان نهايته قربت ومش عاوز اخر حاجه يكون عملها هي انه اعدم ابن اخوه. وبيعدي اوترد على قريه في طريقه لمعسكر الفايكنج، وهناك بيقابلهم اللي ماسك القريه وبيتكلم معاهم. واوترد بيكون عارف انه جاسوس وحليف للفايكنج، وعارف كمان انه هيبلغهم انه موجود في القريه اول ما يخلص كلام معاهم. وبعد شويه بيرجع الشخص اللي كلمهم ده ومعاه شويه جنود، وبيحصروا المكان اللي قاعد فيه اوترد ورجالته. وبيفهم اوترد انه بيعمل كده علشان يحبسهم لحد ما الفايكنج يوصلوا. وبيبدا اوترد يشوف طريقه علشان يخلص من الحصار بتاعهم، وبيقرر انه يطلع على سطح المبنى ويولع في القريه كلها. وطبعا ده بيخلي الجنود اللي محاصرينهم يسيبوا المكان. وبيخرج اوترد بعدها مع رجالته وبيقتل الشخص الخاين ده بكل سهوله. وبتوصل اخبار ان اوترد متحصر للمعسكر، وبعدها على طول بيخرج كانوت مع نص الجيش على هناك علشان يقتلوه. وبيطلع ان اوترد وصل للمعسكر بتاعهم وشايفهم وهم خارجين، ودي كلها اصلا كانت خطتهم من الاول علشان يقلل عدد الجنود اللي في المعسكر ويرجع سكيد. وبيرجع الفريد تاني للقاعه علشان يكمل المحاكمه، وبيفرح ايسلوود شويه لما بيقول له الفريد انه مقتنع بكلامه، وفجاه بيتصدم لما بيسمع حكم الفريد، والحكم بيكون انهم هيعموه. وعلشان الفريد يكون رحيم معاه شويه بيقول له انه هياخد منه عين واحده، وبيخرجوا ايسلوود لساحه المدينه علشان ينفذوا الحكم. وفعلا بيديهم الفريد الامر وبيعموه قدام اهل المدينه. وبيستخبى اوترد ورجالته في مكان قريب من معسكر الفايكنج، وشويه وبيجي سيتريك يتكلم مع اوترد، وبيطلع انهم كانوا عاملين خطه مع بعض من الاول، وبيقول لهم ان هيستن لوحده في المعسكر، وبيعرفهم كمان ان سيجارد مات على ايد العرافه سكيد، وبيتفق معاه على خطه علشان يهربوها. واول ما الجو بيضلم بيبداوا في تنفيذ الخطه، وبيشوفهم رجاله هيستن وهما بيهربوا وبيطردوهم، لكن بيقدر اوترد ورجالته انهم يوصلوا للسفن ويهربوا بسرعه. وبيخلص الجزء ده بايسلوود وشكله الجديد، وواضح عليه انه عاوز ينتقم من الفريد ويخلص منه اكتر من الاول. ودي كانت نهايه فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات وتدعمونا لو حابين نكمل المسلسل. وكالعاده كان معاكم شعيب، سلام.